أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم. نبدأ نشرتنا من نيويورك. فعلى هامش أعمال الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السيد وليد المعلم مارتي ناتالاغوا وزير خارجية أندونيسيا، وقدم الوزير المعلم عرضا لأبعاد ما تتعرض له سوريا، مؤكدا أن سوريا تدعم عقد مؤتمر جنيف 2 الذي يهدف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا. من جانبه أعرب وزير خارجية إندونيسيا عن حرص بلاده على أمن واستقرار ومستقبل سوريا، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط البلدين وأن مستقبل سوريا يقرره فقط الشعب السوري من خلال عملية سياسية بعيدة عن التدخلات الخارجية. كما رحب الوزير الإندونيسي بانضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معربا عن أمله بأن تتخطى سوريا هذه المحنة التي تمر بها. كما التقى الوزير المعلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور، ودار الحديث عن آخر التطورات في المنطقة العربية، وشدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا. وأكد الوزير اللبناني رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وضرورة الحفاظ على أمنه وسيادتها واستقرارها. وفي نيويورك أيضا حددت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع أمس لها أواسط شهر تشرين الثاني القادم موعدا لعقد المؤتمر الدولي حول سوريا في جنيف. جاء ذلك عقب تباني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118 حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، والذي يقدم الإمكانيات تجاه الحل السياسي في سوريا على أساس بيان جنيف بحسب إجماع الأعضاء. قرار مجلس الأمن رقم 2118 عنوان العمل الدولي حول سوريا ونقطة الانطلاق نحو المؤتمر الدولي لحل الأزمة فيها، هو القرار الأول لمجلس الأمن حول سوريا منذ بدء الأزمة فيها، بعد قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية. فإلى خواتيمها سارت أسابيع العمل الدبلوماسي بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لتبدد غيوم عدوان الأخيرة على سوريا وتبرد مياه البحر الأبيض المتوسط. في هذا القرار لم تعد أمريكا تشبه نفسها. الرئيس باراك أوباما وصف الاتفاق بالنصر الكبير للمجتمع الدولي، ووزير خارجيته قال إن الدبلوماسية يمكن أن تكون فاعلة وقوية. فرنسا نزعت مخالبها، واعتبر وزير خارجيتها لوران فابيوس أن مجلس الأمن يستحق اسمه أخيرا، وبدت بريطانيا أكثر واقعية، فرأى وزير خارجيتها ويليام هيغ أنه يجب العمل على إنجاح مؤتمر جنيف 2. أعضاء مجلس الأمن الدولي كانوا يقررون بالإجماع القرار الانفراجة الذي لا يهدد سوريا بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار، بينما كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يحدد أواسط تشرين الثاني القادم موعدا انعقاد مؤتمر جنيف 2، ويشير إلى أن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي يعمل على ضمان نجاح المؤتمر. بعيد تبني القرار الدولي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن مسؤولية خاصة تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، وأكد أن القرار يشكل إطارا لحل الأزمة في سوريا. فيما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن القرار أعاد سوريا إلى مسار السلام بعيدا عن حافة الحرب. الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة وفي مؤتمر صحفي في ختام جلسة مجلس الأمن قال إن القرار 2118 يغطي مخاوف الحكومة السورية، ويطلب منها ومن الجميع أن يعملوا ويشاركوا بشكل إيجابي لجعل العملية السياسية تسير إلى جنيف 2، كما أنه يحظر على أي حكومة سواء في المنطقة أو خارجها أن تساعد العصابات الإرهابية. ولمعرفة المزيد عن تطور أوضاع السياسية الدولية فيما يتعلق في الأزمة السورية، معنا عبر الهاتف من نيويورك مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري. دكتور بشار مساء الخير. مساء
مساء الخير عزيزي. بداية، قرار مجلس الأمن 2118 المتعلق بسوريا خرج إلى النور بموافقة الجميع، ما هي أهم مضامين هذا القرار؟ الحقيقة هذا القرار بمنتهى الأهمية لأسباب عديدة، إذا سمحتي سأحاول أن أختصرها في النور. أولا، هذا القرار أعاد العملية الدبلوماسية برمتها إلى مجلس الأمن، أي إلى تحت قبة ما يسمى بالشرعية الدولية. وهذه النقطة جدا مهمة، لأنه من الآن فصاعدا لن يستطيع أحد أن يتحرك بشكل أحادي من خارج سياق مجلس الأمن وخارج الإجماع الدولي على أحكام هذا القرار. نعم. يعني بمعنى آخر، أنه من الآن فصاعدا لن يجرؤ أحد، لا أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا، على التحدث بلغة العدوان العسكري أو التدخل العسكري أو عرقلة الإجماع الدولي لأي سبب من الأسباب، لأن هذا القرار يلزم الجميع بموجب المادة 25 من الميثاق بأن يتعاونوا على تنفيذ هذا القرار. هذه واحد. اثنين، الجميع الآن ملزم بحكم إعادة العملية السياسية إلى مسار مجلس الأمن، إلى مسار له، ملزم حقدا بدعم الثوابت التي تحدث عنها هذا القرار. الثوابت يعني جدا مهمة. أولا، بيانات الوزراء الخارجية أعضاء مجلس الأمن امبارح والقرار نفسه في فقرات التمهيدية وفقراته العاملة يعيد تأكيد التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها وسلامتها الإقليمية. يعني الجميع أقر بهذا المبدأ. هذه واحد. اثنين، الجميع والقرار ومداخلات الوزراء بما في ذلك الأمريكي والأمين العام والبريطاني والروسي والصين وإلى حد ما الفرنسي الذي كان أسوأهم الحقيقة بالأمس، لكن الجميع أشار إلى أخذ بعين الاعتبار قرار سوريا بالانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. وهذا الكلام يعني تثبيت لأهمية القرار الذي اتخذته دمشق بالانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. على فكرة، يعني نحن انضمينا، نحن الآن الدولة 188 من أصل 193 في الأمم المتحدة التي انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ونحن طبعا من سنة 68 منضمين إلى البروتوكول جنيف لعام 1925. فنحن يعني ما حصل بالأمس من تكريس لمسألة انضمام سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هو الحقيقة تجسيد لانضمام سابق لنا منذ العام 68 إلى بروتوكول جنيف الذي يحظر الاستعمال الحربي للغازات الحامضة أو السامة والوسائل البكتيريولوجية. فيعني نحن أعدنا تأكيد ما هو مؤكد الحقيقة من خلال انضمامنا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. نعم. القرار مهم أيضا لأنه، وهذا ما أكده أيضا معظم المتحدثين، القرار يشير في الفقرة التمهيدية 12 وفي فقرات عامية أخرى إلى أن العملية السياسية بقيادة سورية هي الحل الأجمل. هذا الكلام أيضا جدا مهم لأنه يستبعد أي آليات قصرية. يعني طبعا أنتم تعرفوا أن القرار لم يعتمد تحت إطار الفصل السابع أبدا على الإطلاق، وإنما في إطار المادة 25. نعم. المادة 25 بمنتهى الأهمية، لأنها تقول تقرر بضرورة قيام الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن عن أي انتهاك للقرار من أي دولة عضو. يعني من الآن فصاعدا تركيا، الحكومة التركية والسعودية والقطرية والفرنسية والبريطانية وأي حكومة أخرى تنتهك أحكام هذا القرار ستكون خاضعة للمساءلة من قبل مجلس الأمن بموجب هذا القرار. نعم. إذا دكتور بشار، يعني نشهد فعلا نحن اليوم ولادة مناخ دولي إيجابي جديد باتجاه الحل السياسي ووقف دعم بعض الدول للإرهاب في سوريا ومن بينها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كما ذكرت بأن انتهى عهد الأحادية من خلال العودة من جديد إلى مجلس الأمن، وبالتالي سحب القرار البساط من تحت أقدام الدول الداعية لشن عدوان على سوريا. هل يمكن اعتبار انتصار فعلا لغة الحكمة ولغة العقل؟ اعتماد القرار بالأمس بالإجماع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن وليس يعني خارج إطار الفصل السابع، وبدون أن يتضمن القرار أي آليات قسرية على الإطلاق. هناك آليات سياسية متفق عليها تسري على الحكومة السورية كما تسري على أي دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة.
يعني نحن لم نكن استثناء بالامس، نحن كنا يعني تم التعامل مع الوضع السوري، موضوع السلاح الكيماوي، كما يتم التعامل تماما مع اي دوله اخرى. ليس هناك اي اليات استثنائيه للتعامل مع الوضع السوري، بالعكس خلى القرار من اي اليات قسريه وتعامل مع الموضوع باليات سياسيه. لكن ما هو اهم من ذلك يعني، ولا يعرف الا الخبراء في لغه الامم المتحده، ان القرار القرار يعني اللي اعتمد امبارح يشير الى القرار 1540 الفعلي بمنع وصول تحت الدمار الشامل الى ايدي الارهابيين. هذه نقطه بمنتهى الاهميه، لانها تشير ضمنا الى الخوف من والقرار 1540 هو يعني اهم قرار يتعامل معه مجلس الامن في مضمار مكافحه الارهاب. فهناك كثير بالحقيقه يلي تضمنها القرار، وتشكل فعلا يعني عملاقه نحو الامام باتجاه تثبيت الوضع سياسيا في سوريا، و الحديث عن اي عمل احادي الجانب من خارج اطار مجلس الامن، وعوده الروح الى لغه الشرعيه الدوليه، وعوده المسار السياسي كما قلت في البدايه الى حضن مجلس الامن. فهذه الاشياء هي انجازات فعلا تاريخيه، لان مجلس الامن الان عاد ليعمل وفق اليات اجماعيه تحافظ على الامن والسلم الدوليه. نعم، من نيويورك كان معنا مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، شكرا جزيلا لك. نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل مقداد قال إن الحكومة السورية كانت دائما تؤكد أن الحوار الوطني الشامل بقيادة سوريا ودون شروط مسبقة هو السبيل الأساسي لتجاوز الأزمة. وشدد المقداد في بيان سوريا أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في نيويورك على دعوة سوريا للأطراف التي تقوم بشكل معلن بدعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية، وخاصة النظام السعودي وتركيا وآخرين، للكف عن ذلك. وأكد المقداد أن سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بناء على قرارها الوطني، وأنها ستنفذ كل التزاماتها بموجب هذا الانضمام. Normalmente se lo pasaba muy poco en casa, salía todos los días fuera desde la mañana hasta la noche. Yo no estaba informada de lo que hacía, solo sabía que se iba los días viernes con un sheik llamado Abdullah Idris, regresaba los días domingo a casa. Cuéntanos cuando veníais a Siria, cómo habéis entrado a Siria y cómo habéis ido. Primero entramos a... ¿En compañía de quién? De Abu Omar al-Tunis. Entramos primero a Dana, donde estuvimos unos días. Mi esposo se fue a Muáscar a entrenar. Yo me quedé en una casa sola durante 5 días. Luego ingresó a ese domicilio otro matrimonio de origen tunecino magrebí, ella magrebía o el tunecino. خط سير الإرهابيين إلى سوريا لم يعد خافيا، يمر عبر تركيا. وجديد حكومة أردوغان حسب ما كشفته صحيفة يورت التركية هو تخصيص سيارات خاصة لنقل الإرهابيين عبر الحدود مع سوريا بشكل علني. وكانت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية أشارت في مقال لها إلى أن أردوغان سبب بمشاكل لتركيا مع دول الشرق الأوسط نتيجة الطريقة التي يتعامل بها مع خصومه في الداخل والخارج. لم تترك حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا وسيلة لدعم الإرهابيين في سوريا إلا وأقدمت عليها، ولعل خدمة سيارة الأجرة التي كشفت عنها صحيفة يورت التركية تعد آخر ما توصلت إليه تلك الحكومة في دعمها للإرهابيين المنضوين في جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. ولفتت صحيفة يورت إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان تقدم خدمة سيارة أجرة للإرهابيين والجهاديين المرتبطين بجبهة النصرة على جانبي الحدود مع سوريا، مشيرة إلى أن الإرهابيين الذين يتنقلون عبر جانبي الحدود يدخلون إلى تركيا وتحديدا إلى مدينة الريحانية عبر سيارات أجرة
مخصصة لنقلهم. أما عن عملية عبور هؤلاء الإرهابيين عبر الحدود التركية فهي تتم وبحسب مراسل الصحيفة عمر أوداميش بشكل علني أمام أعين الجميع، محذرا من أن هذا الوضع يهيئ الأرضية لتنفيذ عمليات إرهابية شبيهة بتفجيرات الريحانية. وأكد المراسل أن إرهابيي جبهة النصرة يعبرون الحدود التركية بكل سهولة متى أرادوا ذلك، ويصلون إلى مدينة الريحانية عبر سيارات الأجرة التي تنتظرهم في الطرف التركي على الحدود. تهريب الأسلحة وتنقل الإرهابيين وغيرها من الأمور تتم على مرأى ومسمع الجنود الأتراك المنتشرين على الحدود لضبط عملية العبور، في دليل جديد قديم يفضح تآمر حكومة العدالة والتنمية على سوريا. إرهاب المجموعات المسلحة في سوريا بعدسة كاميرا الإعلام الغربي من داخل ما يسمى المحاكم الشرعية. والتقرير لمصور التلفزيون الفرنسي ولصحيفة الديلي ميل التي نشرت صورا لجرائم القاعدة في سوريا. التلفزيون الفرنسي تي اف اي ينقل في تقرير له من بعض مناطق حلب وريفها التي تنتشر فيها العصابات الإرهابية التكفيرية متلطية بعباءة الدين الإسلامي السمح الذي يغيب عنها فكرا وأخلاقا وممارسة. تفاصيل من داخل ما يسمى المحاكم الشرعية في المدينة يديرها ما يسمى قوات الشرطة الإسلامية التي تعتقل المواطنين بتهم الولاء للوطن وتهم أخرى يعتبرها الإرهابيون كفرة. L'homme fournirait des informations au régime de Damas. Si cela est vrai, il risque d'être exécuté. هنا تطلق الأحكام التي قد تصل حد الإعدام باسم الدين والشريعة، وها هو أحد إرهابيي جبهة النصرة ممن أكلت إليهم هذه المهمة. ici pas de code pénal, c'est la charia, la loi coranique qui est appliquée. le monde doit savoir. les tribunaux islamiques d'Alep et du nord de la Syrie constitueront le cœur de l'État islamique qui, grâce à Dieu, verra le jour une fois la guerre finie. les plus brutales sont bonnes pour obtenir des aveux. cet homme est accusé de pillage. par Allah, je connais le Coran. Sion dans le bureau. mais c'est le film là. هذا الفكر الظلامي أيضا يمارس إرهابه الفكري على الطفولة ويحرم عليهم ألعابهم. n'est pas bien. le jeu sème la haine dans le cœur des hommes. vous exagérez. ce sont des enfants. laissez-les s'amuser un peu. حوادث إرهابية متطرفة مماثلة ارتكبها إرهابيون أجانب في سوريا وتحوي مشاهد صادمة للعقل البشري عرضها الإعلام الغربي بعد الاعتذار من مشاهديه دون التطرق إلى مشاركة الغرب في هذه الجرائم عبر الدعم غير المحدود للإرهاب في سوريا. وفي هذا المقطع يعرض التلفزيون البلجيكي إرهابيين بلجيكيين في ريف دمشق يشاركون في قطع رأس أحد السوريين. وصحيفة ديلي ميل البريطانية تسوق اليوم صورا لإرهابيين أجانب تابعين لتنظيم القاعدة في سوريا يذبحون مواطنا سوريا بالسيف على مرأى عيون الأطفال. أضف لذلك العديد من الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة على المواقع العالمية التي تكشف الممارسات الإرهابية بحق السوريين ومحاصرتهم اقتصاديا للمدن، ناهيك عن الاقتتال والتناحر بين صفوفها العفنة على تقاسم المسروقات والمناطق، إضافة إلى عمالتهم لشركة بلاك ووتر الأمريكية حسب ما كشفه مركز ترانسفور الاستخباراتي الأمريكي، مشيرا إلى تورط إسرائيليين في عمليات تدريب المسلحين. بيد التلفزيون الفرنسي وثيقة عن جرائم الإرهابيين في سوريا، وبيد سوريا آلاف مؤلفة من الوثائق التي لم تجد أذنا صاغية عندما نرتضى دعم قاتلي الأبرياء أكلي الأكباد إرضاء لغرائزه العدوانية وتحقيق مصالحه الدنيئة. فإن لم تجد هذه الوثائق أماكنها في دور العدل العالمية إن وجدت، فستبقى محفورة في ضمير الإنسانية إلى الأبد. إنني أحيي
القوات المسلحة السورية. باسمكم أحيي قواتنا المسلحة الباسلة في البر والجو والبحر، أحيي ضباطها وصف ضباطها وجنودها الشجعان. توجيه الشكر لسوريا الشعب الأبي الصامت، لسوريا الجيش العربي المقاوم. تحية إلى ضباطنا وصف ضباطنا وجنودنا البواسل الذين يبذلون العرق والدم من أجل سوريا وهم يرونها أولى من أنفسهم وما يملكون. أما عن إنجازات قواتنا الباسلة والبداية من ريف دمشق، فقد أحرزت تقدما كبيرا على محور القابون زملكا جوبر بعد سلسلة عمليات نوعية قطعت خلالها أوصال المجموعات الإرهابية وطرق إمدادها بين زملكا وجوبر وعربين. وخلال عمليات قواتنا تم العثور على أسلحة متنوعة من بينها صواريخ فرنسية RBR مضادة للدروع. مراسلنا الحربي جعفر يونس رافق وحدة من قواتنا في جوبر وأعد لنا التقرير التالي. هنا الخطوط الأمامية في حي جوبر الجهة الشمالية الشرقية، تبدأ العملية العسكرية للجيش السوري من هذه النقطة باتجاه المناطق التي يتواجد فيها العصابات الإرهابية. الاشتباكات هي الأعنف، تدور على بعد أمتار فقط. هذه جوبر قبل 24 ساعة، إذاك كانت العملية العسكرية لاختراق صفوف المسلحين مسافة 1200 متر والتوغل للوصول إلى قوات الإنزال المتواجدة عند جسر زملكة في بدايتها، حيث تعذر التصوير. هذه المناطق الممتدة حتى جسر زملكة تم السيطرة عليها بشكل كامل من قبل الجيش العربي السوري بعد إنجاز عسكري كبير جدا. وهذه جوبر اليوم، تابعنا التصوير بعد أن أتمت قوات الجيش العربي السوري الإنجاز العسكري فيها وأكملت إحكام الطوق على الإرهابيين من الكتف الأيمن للمتحلق الجنوبي وقضت على أعداد كبيرة منهم. قامت وحدات الجيش العربي السوري بتنفيذ عدة إنزالات من البعيد عن جسر زملكة وباتجاه قريب القابون الصناعي، وبعد انتهاء من عملية الإنزالات قامت بساعات قصيرة وبزمن قياسي كبير الوصل ما بين هذه النقاط والسيطرة على كامل محور المتحلق الجنوبي باتجاه زملكة جوبر، والآن هو تحت سيطرة الجيش العربي السوري حتى المتحلق الجنوبي. أزاح رجال الجيش العربي السوري عن المنطقة عبء القنص والقناصين وأتاح لنا الدخول إلى جوبر الفوقة، فقد بات للإرهابيين جوبر أخرى تحت هذه الأبنية والركام. عندما يقول الجيش العربي السوري بأنه يخوض معظم معاركه تحت الأرض، ثقوا تماما بأن هذا الكلام صحيح. هذا النفق من أحد الأنفاق التي اعتدنا على مشاهدتها في المناطق التي تتواجد فيها العصابات الإرهابية، يبدأ من أحد المباني العربية وينتهي في مقبرة جوبر. بالرغم من أن الجيش العربي السوري تمكن بهذه العملية من إكمال السيطرة على كامل المناطق الممتدة من منطقة القابون الصناعية باتجاه جسر زملكة من جهة المتحلق الجنوبي وإحكام نيرانه على المناطق المقابلة للجسر، إلا أن عمليات القنص من هذه المواقع المقابلة للجسر مستمرة، لذلك هناك دقة في عمليات التحرك. وصلنا الآن إلى جسر زملكة. هاي الأبنية تحت سيطرة قوات الجيش العربي السوري والمسيطر على جسر الزملكة بالكامل وباتجاه نفق جديد. وضع الإنزال الجريء للحرس القابض على قيم الجمهورية حدا لطموح الإرهابيين بالاستمرار في التهديد بقنص السيارات العابرة على المتحلق، ثم قطع طرق أمدادهم وحاصرهم في مربع الموت بجوبر. لأخبار التلفزيون جعفر يونس، ريف دمشق. شكرا جعفر. ونبقى في ريف دمشق حيث قضت قواتنا الباسلة على عدد من الإرهابيين شرق مشفى الشرطة في حرستة، بينما دمرت سيارتين محملتين بأسلحة وذخيرة للإرهابيين في محيط بلدة البحارية وأوقعت قتلى بين صفوفهم من بينهم إبراهيم شحادة.
وفي دوما تم تدمير وكر للإرهابيين في مزارع العب بما فيه من أسلحة وذخيرة والقضاء على جميع من بداخله، في حين تم القضاء على عصابة إرهابية في ساحة الغنم. إلى ذلك تم القضاء على أعداد من الإرهابيين غرب مدينة صيدنايا باتجاه بلدة تلفيتا وتدمير أسلحة وذخيرة محملة بسيارتين مركب عليهما رشاشات ثقيلة والقضاء على معظم أفرادها. وفي حلب أحبطت قواتنا الباسلة محاولة مجموعة إرهابية الاعتداء على الأهالي في المناطق الأمنة بحي صلاح الدين وقضت على عدد من أفرادها من بينهم متزعم المجموعة الملقب أبو عبد الله، في حين تم إيقاع أفراد مجموعة إرهابية في حي الأنصار بين قتيل ومصاب، ومن بين المصابين متزعم المجموعة صالح أبو الخير، إضافة إلى تدمير سيارة محملة بأسلحة وذخيرة كانت بحوزة الإرهابيين. وفي الليرمون تم القضاء على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانوا متحصنين داخل أحد الأبنية، كما نفذت وحدات من جيشنا الباسل عدة عمليات نوعية دمرت خلالها سيارات وآليات للإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة قرب مبنى الإكاردة على طريق حلب إدلب وشمال السجن المركزي وفي قبتان الجبل وقرب مشروع التنمية الزراعية في الريف الجنوبي. وفي حماة لاحقت قواتنا الباسلة بالتعاون مع الجهات الخاصة والأهالي عصابة إرهابية مسلحة وألقت القبض على معظم أفرادها في بساتين الشريعة بالمدينة، وصادرت أسلحة شملت على رشاشات بيكيسي وقناصات ناتو وبنادق آلية وقنابل هجومية ودفاعية وقذائف RPG، إضافة إلى أجهزة اتصالات حديثة وأجهزة تفجير ومؤقتات زمنية وكميات من الذخيرة. إذن مشاهدينا تتابعون معنا أدوات الإجرام التي عثرت عليها قواتنا المسلحة الباسلة في حي الشريعة بحماة. ونبقى في حماة، ففي إطار إعادة تأهيل المنشآت العامة أعادت الجهات المعنية تأهيل حديقة أم الحسن وافتتحت ناعورتي المأمورية واليخضورة بالقرب من قلعة حماة. بعد الاعتداءات الإرهابية التي طالت عديدا من المنشآت العامة والخاصة في محافظة حماة، وفي إطار عمليات إعادة تأهيل، نفذ مجلس مدينة حماة يوما خدميا في حديقة أم الحسن وسط المدينة والتي تعد من أكبر وأجمل حدائق حماة. شملت إعادة التأهيل شبكات الإنارة العامة والتزيينية وأصلاح نوافير المياه. طلع أمين فرع حماة لحزب البعث جهاد مراد ومحافظ حماة دكتور غسان خلف طلعا على الأعمال التي تم إنجازها في الحديقة. كما أشار رئيس مجلس المدينة المهندس محمود القيسي إلى أن المجلس حرص على أن تكون أعمال التأهيل والتحسين شاملة لكل الأقسام والأركان الخدمية والنباتية والبنى التحتية. كما زار المحافظ وأمين الفرع ناعورتي المأمورية في ساحة العاصي واليخضورة في موقع باب النهار قرب قلعة حماة. الناعورتين اللتين تم افتتاحهما وإعادة تشغيلهما لأول مرة بعد أن قامت دائرة النواعير في مجلس مدينة حماة بتأهيلهما وتجديدهما، كونهما تعدا من أهم رموز الحضارة والسياحة في حماة. وإلى التطورات الأمنية في لبنان، فبعد هدوء نسبي تجددت الاشتباكات في مدينة بعلبك بالبقاع اللبناني وسقط قتيل رابع بعد أن سجلت حصيلة اشتباكات ما بعد الظهر 3 قتلى وأصيب عدد آخر بجروح.
قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن اللبناني محمد علي صلح قضى برصاص القنص في الاشتباكات التي تجددت داخل السوق التجاري في مدينة بعلبك. وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أنه حصل تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الحربية الخفيفة بين عناصر مسلحة في محل سوق القلعة في بعلبك، أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح آخرين. وعلى الفور انتشرت قوة من الجيش في المكان وباشرت بملاحقة المسلحين ودهم بعض الأماكن المشتبه بلجوئهم إليها، فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص. في العراق ضبطت شرطة محافظة ديالى كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر والعجلات المفخخة قادرة على تدمير مدينة بكاملها. بينما قضت قيادة عمليات نينوى على 39 إرهابيا وفككت 6 عبوات ناسفة وضبطت 19 عبوة لاصقة في وكر لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقة الساحل الأيمن بمدينة الموصل. في الوقت الذي أعلنت فيه مديرية شرطة محافظة ديالى العراقية عن ضبطها كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر والعجلات المفخخة قادرة على تدمير مدينة بكاملها، ومن بينها 10,986 قطعة سلاح مختلفة و14 سيارة مفخخة في عدة أوكار لتنظيم القاعدة في ضواحي ديالى. تمكنت قيادة عمليات نينوى من القبض على 39 إرهابيا وتفكيك 6 عبوات ناسفة والعثور على 19 عبوة لاصقة في عملية استهدفت وكرا لما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام في منطقة الساحل الأيمن في مدينة الموصل. وفي مدينة الفلوجة قبضت قوة من الجيش العراقي على 3 إرهابيين أثناء قيامهم بتفخيخ منزل في حي الحصوة. الإرهاب استراتيجيته واضحة، يعني قتل الآخر، لا مجال للتفاوض، لا مجال للحوار. نعتقد بأن على الحكومة أن تستجمع كل ما لديها من أسلحة ومعدات وأفكار وخطط ورجال من أجل الوقوف ضد هذه الجماعات الإرهابية، لأن حقيقة أما أن تنال مرات هذه الجماعات في تدمير العراق، وأما أن يعني تسعى الحكومة مسعاها في يعني تخليص الشعب من هذه الجماعات. خطتها واضحة، القضاء على العراق، لابد أن تكون خطة الحكومة واضحة بالقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة التكفيرية. وفي قرية المزرعة شمال مدينة تكريت تمكنت قوة من الجيش العراقي من قتل إرهابيين هاجما حاجز تفتيش بالأسلحة كاتمة الصوت وأسفر الهجوم عن إصابة جنديين من عناصر الحاجز. نادي العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن المكالمة الهاتفية مع نظيره الأمريكي باراك أوباما أمس كانت بطلب من البيت الأبيض ذاته، موضحا أن البرنامج النووي الإيراني كان محورها الرئيسي، وأنه أكد ضرورة الإسراع في المفاوضات مع مجموعة 5+1. وفي تصريحات للصحفيين بعيد وصوله مطار مهرباد بالعاصمة طهران قادما من نيويورك، قال روحاني إنه أثناء توجه الوفد الإيراني نحو المطار تلقى ممثله مكالمة من البيت الأبيض يطلب فيها التحدث مع أوباما. وجرت المكالمة لافتا إلى أنه شدد في المكالمة على أن الضغوط المفروضة على الشعب الإيراني غير قانونية وغير صحيحة ويجب إزالتها، مضيفا أنه ينبغي التعامل بمرونة تتسم بالحكمة وهي ذات المرونة البطولية التي أطلقها مرشد الثورة السيد علي خامنئي، ولن يتم التخلي عن المبادئ والأهداف والعزة الوطنية مطلقا. وشدد روحاني على أن أي نشاط على الصعيد الخارجي ينبغي أن يبني على العزة والحكمة وعلى مصلحة الشعب الإيراني، موضحا أنه فور بدء زيارته إلى نيويورك بلغته إشارات حول رغبة الأمريكيين بعقد لقاء مع أوباما، فرفض الدعوة لعدم وجود وقت كاف لعقد لقاء مفيد يتضمن تبين كل وجهات النظر لكل الجانبين. يحيي المصريون والجاليات العربية في مصر ذكرى وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالتأكيد على رسوخ الفكر القومي العروبي في وجدان الشعب العربي، كونه خشبة الخلاص للأمة العربية من وضعها المزري الذي أوصلتها إليه الأنظمة العملية وإسلام البترودولار. احتشد المصريون وجاليات عربية عند ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله، مؤكدين بأنهم سيستمرون في السير على ضرب العروبة والكرامة
وثقتهم بالنصر على أعداء الأمة كبيرة جدا. أي مصري وطني عروبي بيؤمن بأمتنا العربية خرج بيرفض هذا الهجوم البربري الذي تريد أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وطبعا وراها الصهيونية على شعبنا العظيم في سوريا. الأمة العربية تحتاج إلى هزة كبيرة، وهذه الهزة تأتي عندما تقف مصر في طريقها الصحيح وتصحح أوضاعها. دي لحظة استعادة التضامن العربي، لحظة استعادة روح القومية العربية التي اختفت طويلا تحت ركام الأنظمة العميلة لإسرائيل وأمريكا وآخرهم النظام الإخوان الذي سقط. مصر والأمة العربية الآن في حاجة ماسة للوحدة، خاصة أن مشروع تقسيم وتفتيت الوطن العربي يتم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكيانها الصهيوني على قدم وساق. الأمة العربية تعود من جديد تتماسك، ومصر بخير وسوريا بخير والإقليم الشمالي بخير والجيش الأول في سوريا بخير، والأوطان لا تباع ولا تشترى. ما زال الشعب العربي يطمح في استقلال وطني حقيقي وفي الابتعاد عن التبعية للاستعمار الجديد. الأمة العربية من المحيط إلى الخليج يحترمون هذا البطل العظيم. ولدى وصول الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى الضريح عبد الناصر، رفع المصريون الأعلام السورية مشيرين إلى تكاتف الشعب العربي في مواجهة المؤامرة الصهيونية الأمريكية التي تتعرض لها الأمة العربية. احنا هنا بنتحرق بقالنا اكتر من سنتين على الدم اللي بيسيل على ارض سوريا. انت متتصورش احنا علاقتنا بسوريا دي ايه، دي علاقة عضوية اكتر حتى من باقي الدول العربية، وشايفة يعني ازاي العالم العربي ده كله سامح بهدر الدم السوري بهذا الشكل. الامل الوحيد هو العودة الى التوحد العربي و الاصطفاف إلى المشروع الوطني العربي أو القوم العربي. من أحد يعني إيجابيات ثورة 30 يونيو في مصر بعد إزاحة الإخوان المسلمين عن سدة الحكم أنها أعادت الرمز جمال عبد الناصر بما يحمله هذا الرمز من قيم ومبادئ للعروبة. الآن ابتدأ الشعب المصري يعرف أن الجيش الأول هو جيش سوريا وأن الجيش الثاني والثالث في مصر. جمال عبد الناصر روحه سوف تهنأ في مركزها أكثر لو فكرة الحكومية العربية وفكرة الأمن القومي العربي الجماعي سيطرت على الشعوب العربية. نحن ندعم الجيش العربي السوري والرئيس بشار الأسد ضد الإرهاب اللي حاصل في سوريا. سوريا ما تسقطش أبدا، سوريا ومصر قلب العروبة، ما ينفعش أن سوريا تسقط أبدا. في ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تظل مقاومة الاستعمار والنضال ضد قوى الإرهاب ضرب العزة والشرف. عصام سلامة، الفضائية السورية، القاهرة. وتتابعون مشاهدينا في ختام نشرتنا لقاء خاصا للتلفزيون العربي السوري مع عبد الحكيم ناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. رفض جمال عبد الناصر في امتحان قبول الكلية العسكرية للمرة الأولى، فقد كان شابا عاديا وابن أناس عاديين، ولكن الرجال الصادقين والعاديين هم من يصنعون التاريخ، فقد كان المصريون والسوريون والعرب على موعد معه ينتظرونه كما انتظروا أحمس ومحمد علي. 28 أيلول ذكرى رحيل عبد الناصر، نصير الفقراء وملهم حركات التحرر على مساحة معمورة. أنا ناصري منذ كنت عسكريا شابا. ترك عبد الناصر للمصريين وللعالم مصرا جديدة على غير ما يهوى الاستعمار، جمهورية شعبية اشتراكية تليق بتاريخها التليد، سيدة لإفريقيا وشريكة لآسيا في محطاتها الكبرى ورائدة للتحرر على صعيد العالم، لا مكان فيها للبرجوازية ولا للإقطاع. اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب إلى عيلة وشعب، عيلة من الأسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية، الرجعية اللي بتحاول انها تستغل الدين علشان تستغل اموال الناس وتأكل اموال الناس بالسحت. واجهت الثورة الناصرية تحديات الامة في الاستقلال والتنمية، فالزمت الانجليز بتوقيع اتفاقية الجلاء عام 54، والتي بموجبها تم جلاء اخر جندي انجليزي عن قناة السويس ومصر كلها في 18 يونيو عام 56. لقد تم في هذا اليوم التاريخي في البهو الفرعوني بمجلس النواب
توقيع اتفاقية الجلاء. ثم خاضت معركة التحرر في السويس فأممت القناة وأقفلت باب التاريخ على الإمبراطوريات القديمة. أما مناصر الأراضي فوزعها على الفلاحين وفرض التعليم المجاني على كافة المراحل، ثم تفرغ لمشاريعه الكبرى، بنى السد العالي محولا مجرى النيل والتاريخ في آن معا. أسس مع الزعيم اليوغسلافي جوزيب تيتو ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو منظمة عدم الانحياز وساند حركة التحرر في العالم. بعد حرب السويس انتزع عبد الناصر جناحه السوري من الحصار الذي أطبقه عليه حلف بغداد، ثم سار إلى الوحدة معه. وإنني أحيي القوات المسلحة السورية التي ناضلت وصمدت وقاتلت أشرف قتال، وإنني أحيي أيضا باسمكم شعب الجمهورية العربية السورية، وأقول لهم إننا معكم في كفاحنا من أجل النصر، وستبقى دائما دمشق قلب العروبة النابض. اصطدم ناصر بالرجعية في كل مكان، في مصر وسوريا والأردن والخليج. الرجعية بتحاربنا والاستعمار بيحاربنا، ما سبوناش أبدا، دفعوا فلوس علشان يموتونا، ودفعوا فلوس عشان يعملوا انقلابات، ودفعوا فلوس للإخوان المسلمين، ودفعوا وبعتوا أسلحة الإخوان المسلمين زي ما قريتوا في القضية، واشتروا الإخوان المسلمين، ما فيش فايدة. ثورة قامت يوم 26 سبتمبر، يوم 27 سبتمبر الملك سعود كان عنده حالة هستيريا واشتبك معها في اليمن فحاولت اغتياله عدة مرات. من اول يوم لغاية امبارح الخسائر اللي عندنا 136 ضابط وعسكري، الضباط 21، الجنود 115، كل واحد فيهم جزمته أشرف من تاج الملك سعود والملك حسين. رحل عبد الناصر عن 52 عاما. يومها قال شوين لاي رئيس وزراء الصين لزواره من المصريين: لقد مضى ناصر مبكرا، كيف سمحتم له بالرحيل؟ ولعل السؤال الذي يطرق مخيلة المصريين اليوم في ذكرى رحيله: ماذا لو عاد عبد الناصر؟ ماذا لو ظهر الرجل يتجول في سكك المدينة وسأل عمن حكم مصر لعام كامل؟ من جلس مكانه على الكرسي الذي جلس عليه أحمس الأول ومحمد علي آباء مصر التاريخيين؟ ولكن عبد الناصر مضى كما مضى أحمس ومحمد علي ليصبح نجمة في أعالي السماء يرقب أمته في تيهها وتقلبها في العصور والدهور. فلعل النجمة أضاءت ذات يوليو، ولعل هذه الجماهير اتبعت الضياء فخرجت تنزع أعداءه من الحكم وتغلق عليهم أبواب الماضي. ازاي ينسينا الحاضر طعم الأصالة اللي في صوته؟ يعيش جمال عبد الناصر، يعيش جمال حتى في موته، ما هو مات فعاش عبد الناصر. أعداؤه كرهوه ودي نعمة من كره أعدائه، صادق في قلبه كان حاضن أمة، ضمير وهمة ومبادئ ساكنين في صوت عبد الناصر. كان الأمل في خضرته بكر، ما فيش لصوص للقوت والمال، ومصر أبطال ورجال فكر ومثقفين، ستات ورجال، جيوش جمال عبد الناصر. رغم الحصار كنا أحرار، وفي الهزيمة الشعب ما جعش، كان اسمها بلد الثوار، وقرار زعيمها ما بيرجعش، قرار جمال عبد الناصر. كان الجميع عبد الناصر، عمره ما جاع في زمانه فقير،
او ما التقاش دواء للعلة. دلوقتي لعبة اخ تفطير والامة في خدمة شلة تكره جمال عبد الناصر. الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى 13 لاندلاع انتفاضته الثانية ضد المحتل الاسرائيلي اثر اقتحام مجرم الحرب اريال شارون للحرم القدسي الشريف. والشعب الفلسطيني يعيش الظروف ذاتها التي أشعلت الانتفاضة مع تزايد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وقمعه وارتفاع وتيرة تهويد الأرض والمقدسات. الانتفاضة الفلسطينية الثانية أو انتفاضة الأقصى إحدى محطات الكفاح الطويل الذي ما زال الشعب الفلسطيني يخوض غمارها بحثا عن وطن سلب وحقوق اغتصبت في أبشع جريمة عرفها التاريخ المعاصر. اتفاق أوسلو الذي انتزع اعتراف منظمة التحرير بكيان الاحتلال واختصر فلسطين ب 22% من أرضها التاريخية فشل في رفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني وأبقى ملفات الصراع الأساسية عالقة بين أخذ ورد. فضاعت مرجعية المفاوضات ومحدداتها ولم ينفذ كيان الاحتلال تعهداته ولم يحترم مواعيده بل واصل حملات الاستيطان الهادف لتغيير وقائع الأرض وزاد من ممارسات القهر والاستعباد والإذلال ضد الشعب الفلسطيني وتابع إغراق الأراضي المحتلة بالمستوطنات بما شكل الظروف الموضوعية لانفجار انتفاضة فلسطينية جديدة. شرارة الانتفاضة كانت مع اقتحام الإرهابي أرييل شارون باحات المسجد الأقصى في 28 من أيلول عام 2000 بحماية جنود الاحتلال في وقت تداعت فيه القوى الفلسطينية إلى التحشد لمواجهته بعدما ازدادت إيمانا أن عملية التسوية مع العدو وهم أراده الاحتلال كسبا للوقت لاستكمال مشاريعه التهويدية. الشبان الفلسطينيون تصدوا للإرهابي شارون عند محاولته الاقتراب من منطقة الحرم وسقط العشرات منهم جرحى برصاص الاحتلال الذي كرر جريمته في اليوم الثاني ما أسفر عن استشهاد 7 آخرين لتتسع رقعة المظاهرات إلى كامل خريطة فلسطين وسط موجة غضب عارم في وجه المحتلين ولتبدأ صفحة مجيدة في سجل كفاحها المديد ضد الغزاة. استمرت انتفاضة الأقصى 5 سنوات وتميزت بتصدي المقاومة العسكري البطولي لجيش الاحتلال حيث سقط أكثر من 4400 شهيد فلسطيني فيما بلغ عدد قتلى الاحتلال أكثر من 1000 قتيل وخسائر كبيرة في المعدات العسكرية. أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال بعض قادة المقاومة والشخصيات الرسمية مثل عبد العزيز الرنتيسي وأبو علي مصطفى وأحمد ياسين وياسر عرفات ودمرت البنية التحتية الفلسطينية ومؤسسات السلطة فيما ردت المقاومة باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي وقتل قائد وحدة الكوماندوس خلال اقتحامها مخيم جنين الذي شهد مجزرة مروعة. 13 عاما على الذكرى وشعب فلسطين أبعد عن استعادة حقوقه في ظل ضفة مقطعة بالجدران وقدس مستباحة بالحفريات ومفاوضات مستظلة بالاستيطان وانقسامات فلسطينية محكومة بالتبعية وفوضى تعصف بالمنطقة بعدما ابتليت بالإرهاب الوهابي الباحث عن حرف بوصلة العرب عن فلسطين بما يؤكد مجددا أن خيار المقاومة هو الأقدر على استعادة الأرض والحق من عدو مجرم بمرتبة إسرائيل. وفي تونس حذر رئيس حزب العمل والتنمية التونسي من خطر تهريب سلاح كيميائي من ليبيا لاستخدامه في تونس. وأكد العقيد المتقاعد في الجيش التونسي محمد صالح الحيدري رئيس حزب العمل والتنمية أن تهريب السلاح لم يعد كلاسيكيا بل هناك مخاطر متمثلة في وجود سلاح كيميائي خطير جدا يهدد تونس وهو غاز السارين الذي استعمل في الحربين العالمية الأولى والثانية وتمكن الإرهابيون من صنعه في العراق وهو موجود في ليبيا وهناك مخاوف من تهريبه إلى تونس. وأضاف الحيدري في مداخلة له خلال مؤتمر الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أن هناك معلومات عن قيام أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي التونسي بتدريب عدد من التونسيين في الزنتان من أجل الدخول إلى تونس في إطار مخطط يهدف إلى القيام ب50 عملية تفجير في العاصمة التونسية. ولفت أنه يمكن أن يتم استعمال هذا الغاز لقتل الناس خاصة أنه موجود حاليا في مدينة الزنتان الليبية والمخطط له أنه وبالتوازي مع التفجيرات في العاصمة التونسية وقطع الكهرباء لإلهاء الجيش والأمن التونسيين تدخل الكتائب الإرهابية المدربة إلى الجنوب التونسي لإقامة إمارة إسلامية.
أصيب 4 عمال بجروح وإصابة 2 منهم بالغة جراء انفجار داخل مصنع للقذائف والصواريخ قرب أنقرة. وقالت السلطات المحلية أن انفجارا عنيفا وقع في مجمع يعود إلى شركة روكيتسان في إقليم الماداغ في ضاحية بعيدة للعاصمة التركية. وأشارت مصادر إعلامية تركية إلى أن الانفجار الذي كان يفترض أن يتم السيطرة عليه كان يهدف إلى التخلص من بعض الذخائر القديمة. إلى أخبارنا الاقتصادية مع حبيب بشاني، ولكن بعد الفاصل.